السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا في قناة عالم النحل الأبي. تحية لكم من الجزائر. أصدقائي الكرام، اليوم سنتحدث في هذا الفيديو عن هذه الخلية التي وضعنا لها المرة السابقة إطار عسل، سنفحصها مع بعضنا البعض. هذه الخلية ضعيفة، يعني بعد تقريبا حوالي 5 أيام أو أسبوع بعد وضعنا لإطار عسل لهذه الخلية كإجراء أولي، هذا هو الإطار الذي وضعناه حتى يعني لما نشاهد أن هناك حركة للنحل. وضعنا خطوط في العسل لكي يستهلك النحل هذا العسل، وما نشاهده كذلك هناك عيون سداسية وضع فيها النحل الرحيق. هذا إطار غذاء الذي وضعناه، جلبناه من خلية أخرى. سنفحص الخلية هل هناك تطور أم لا، هذا كإجراء أولي. ثم الإجراء الثاني وهو وضع إطار حاضنة مغلقة محمصة. وجدنا المرة السابقة الخلية فيها حضنة فقط، حضنة مغلقة في إطار واحد، يعني جزء هذا جزء هذا. الإطار هذا يعني النحل هو الذي ينزع منه الشمع، كان يعني الثقب كان صغير، ولكن النحل بدأ يوسع لأن النحل يأخذ من هذا الإطار الشمع. والإطار هذا سأستبدله إن شاء الله عندما تخرج الحضنة. يجب أن أنتظر حتى يعني تخرج الحضنة، النحل يضع القليل من العسل، يعني هو يهرب من هذه الجهة وهذه الجهة. وفي كل مرة أجد أن الرقعة هذه أو الثقب هذا توسع أكثر. هذه العيون هذه التي أمامكم يضع فيها النحل الماء، يعني عندما ترتفع درجة الحرارة يضع الماء، يضع في هذه العيون وهي متجهة للأعلى لكي لا يسيل الماء. أهو هذا هو، هذه العيون. قلنا احنا وجدنا الإطار الأول فقط، هذا هو الإطار الذي وجدناه حضنا. سنرى هل وضعت الملكة البيض أم لا بعدما قدمنا لها إطار عسل، إطار غذاء. شوفوا يعني ما شاء الله وضعت الملكة في هذا الإطار، وضعت فيه البيض وفقس البيض. سنرى مع بعض الأخبار. سنرى، ربما سنشاهد اليرقات. هذه اليرقات هنا في الوسط، هاهي هنا يرقات في هذه الجهة، هاهي صورة واضحة، صورة واضحة اليرقات. هاي اليرقات، سأزيد من ونقرب الصورة أكثر. إذن اليرقات واضحة، يعني الملكة وضعت البيض وفقس البيض في الإطار الثاني، هذا هو الإطار الذي أمامكم. حتى من الجهة هذه موجود يرقات، حتى هنا هناك يرقات يعني عمر يوم فقط. إذا بعد تقديم التغذية أو الغذاء إطار عسل، والإجراء الثاني إن شاء الله سيكون وضع إطار حضنة مغلقة على وشك الفقس، لكن لا أستطيع أن أضعه الآن. لماذا؟ لأن النحل ممكن لا يغطيه أو لا يغطيه يعني، وبالتالي يجب أن أصبر قليلا على الخلية حتى يعني تخرج الحضنة
وبعد ذلك سأقوم ب قلت بعدما تخرج الحضنة سأقوم بوضع حضنة جديدة، إطار حضنة يكون يعني إطار حضنة جيد، في حضنة كثيرة يكون في حضنة كثيرة، وبالتالي ستلتحق هذه الخلية بباقي، قلت ستلتحق هذه الخلية بباقي الخلايا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم وإلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله.